من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. شكري الحل السياسي هو الأولوية في ليبيا. صحف الخليج قطر تحولت لجزيرة معزولة. وخمس وزارات لبحث أوضاع العمالة المصرية. رئيس امتحانات الثانوية لم يحدث تسريب اليوم. وإليكم تفاصيل النشرة. الحل السياسي هو الأساس والأولوية في ليبيا، هذا ما أكده سامح شكري وزير الخارجية خلال الاجتماع الثلاثي لدول جوار ليبيا، مصر والجزائر وتونس، مستعرضا أبرز الجهود التي بذلتها القاهرة مع الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي شامل قائم على اتفاق الصخيرات. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية إن هناك تفاهما كاملا للأسباب التي دفعت مصر لتوجيه ضرباتها الجوية المكثفة على معاقل المتطرفين في ليبيا بالتنسيق التام مع الجانب الليبي، وإن هناك تضامنا كاملا مع مصر في مكافحة الإرهاب وشعورا عاما بأن هذا الخطر يهدد الجميع. قطر تحولت لجزيرة معزولة، هكذا علقت صحيفة الرياض السعودية على المقاطعة العربية الخليجية لقطر، قائلة إن القرار السعودي جاء بعدما نفذ صبر المملكة من ممارسات الدوحة التي تتعامل بوجهين، فظاهريا تدعي أنها مع مسيرة العمل الخليجي، إلا أنها على الجانب الآخر لم تترك دسيسة ولا استغلالا لتنظيم إرهابي إلا ووظفته للإضرار بالمملكة والبحرين ومصر على وجه الخصوص. فيما أشارت صحيفة الخليج الإماراتية إلى أن الدوحة فتحت خزانتها لتمويل الإرهاب وأهدرت المليارات من أموال الشعب القطري على تسليح وتمويل جيوش وميليشيات في سوريا والعراق وليبيا وسيناء وتونس. وخمس وزارات لبحث أوضاع العمالة المصرية في قطر، حيث ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان اجتماعا عاجلا للجنة الطوارئ المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين في الخارج لرصد احتمالية عودة أعداد من العمالة المصرية من قطر بعد قطع العلاقات. وأعلن سعفان أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لبحث ودراسة أي قرارات محتملة من الجانب القطري. ووجه الوزير رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة بتكثيف الجهود وجمع بيانات يومية وتنشيط مكاتب التشغيل وعمل حصر للوظائف المتاحة بمختلف المهن والتخصصات بالشركات والمصانع لمواجهة كافة الاحتمالات. عمال الإنتاج الحربي، القاعدة التي يرتكز عليها تطوير الصناعة الوطنية، هذا ما شدد عليه الدكتور محمد العطار وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال لقائه مع عمال شركات الإنتاج الحربي، معربا عن ثقته في حرصهم على ارتقاء الإنتاج الحربي ليظل قلعة الصناعات الحربية في مصر لتلبية كافة احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للدولة والمساهمة في المشروعات القومية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والنهوض بالصناعة الوطنية. لا تسريب اليوم، فقد قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة إن ما نشر قبل بدء الامتحان اليوم بامتحان اللغة الثانية غير صحيح ولم يحدث تسريب نهائيا، مشيرا إلى أنه بعد بدء اللجنة بخمسة وأربعين دقيقة نشرت صفحة واحدة في اللغة الفرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر طالبان صورة من ورقة امتحان الاقتصاد. قالت صحيفة الجارديان إن أكثر من 130 إماما وزعيما دينيا مسلما بريطانيا أكدوا رفضهم أداء صلاة الجنازة على أرواح منفذي هجوم جسر لندن. واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة ليست معتادة، مشيرة إلى مطالبة الأئمة بحرمان أي مهاجم من الصلاة عليه، ومشددين على أن هذه الأفعال التي لا يمكن تبريرها تتناقض كليا مع تعاليم الإسلام. وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في ظل عزم القادة المسلمين تعزيز جهودهم لمواجهة التشدد بعد هجمات لندن الأخيرة. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.